رفقتنا ومتابعينا بشلي شياشي، اشتقنا لكم ورجعنا لكم أنا وعمر بكمشة أخبار ومعلومات وهيك شوية نقاشات. واليوم ما رح نحط مؤقت لأنه في كتير إجتنا خبريات إنه بلا المؤقت، في ناس حبت المؤقت، لنشوف حنجرب هيك وهيك بقى. إيه، أهلا وسهلا عمر. مرحبا، في مرحبا انترنت بالشلي الشياشي اللي هو بيلخص بالشلي، هو الشلي الشياشي عن كل شيء صار معنا بالفترة الماضية. بنوعدكم انه يصير تواتر احسن تبع الحلقات ويكون في شغلات جديدة ما سمعني فيها من قبل، مو احنا سباق دائما يعني. عمورة دائما بنوعد بس ليزبط وقتك على وقتي، هي القصة يعني صايرة. ايه، وبعدين اخر السنة وتصافي حبايب بدنا نشوفهم وجامعات وشغل، وبدك تلحق بقى تخلص تسلم كل المشاريع اللي عم تشتغلها، الشغل اللي عم تشتغله، فهذا استهلكنا فعليا يعني. بس بعرف والحقيقه كمان غير، بس غير هيك نحن نحن نحاول بهي الفتره انه نلحق حلقتين قبل نهايه السنه. بقيان كم يوم؟ بقيان شيء 4 ايام، ان شاء الله نلحق حلقتين قبل نهايه العام او بدايه العام الجديد. ان شاء الله ان شاء الله ادعونا. اي، هو بكل الاحوال بتصور الحلقه الجايه رح نعمل جرده سياسيه، او جرده مو سياسيه، ليش جرده لكل شيء خبريات لفتت انتباهنا بالسنه الماضيه، ونشوف بسم شو اللي لفت الله. انتباهكم منا او ما لفتت. عمر، شو اول خبريه بدنا نحكي فيها اليوم؟ والله حلقتنا كثير في اخبار الصراحه، يعني احنا عم نحضر، ما في بنعبي شغله بنوصل لشغله، بنعبي شغله بنحكي بشغله. برايي انا الخبر الابرز اللي ما نال كثير من التغطيه الاعلاميه للاسف وراح بارضه بسرعه كثير فائقه، هو الهجوم الارهابي على المركز الثقافي الكردي في باريس. الحقيقه غريب شلون غاب هالخبر. أنا الحقيقه عمر، بس بدك تعطيني لحظة نترحم على كل يعني اللي قتلوا بهذا الهجوم الشنيع، وأي حدا عم يقتل بدافع الكراهية حول العالم. نحن بنطلب لروحه الرحمة والسلام، وبنطلب الصبر والسلوان لأهله ولذويه، وهذا الشيء مرفوض رفضا قاطعا يعني. اكيد 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 يعني. والشيء الحزين انه كيف تعاطت السلطات الفرنسيه بعدين مع الموضوع، كيف صار الحدث، كيف اختفى الحدث عن، رغم انه ممكن كله ابعاد سياسيه ممكن، بس يعني كيف يصير في توظيف فجاه لحدث كثير صغير وبيتكبر، واحيانا حدث بهالحجم ترجع الحياه بعده طبيعيه. يعني يعني لو القتلى كانوا من الرجل الأبيض كان رد الفعل حول العالم مختلف تماما. للأسف تم دفن الخبر، وفي حالة غضب عارمة ومحقة من الشعب الكردي والمتعاطفين معه بباريس، وبتصور ببعض المناطق الفرنسية، لأنه تم المشتبه فيه. هو عمره 69 سنة، سائق قطار متقاعد، استهدف صالون أحلاقه ومركز ثقافي للأكراد وعمل جريمته. الشرطة الفرنسية عملت معه تحقيق، ودغري اعتبروه مختل عقليا وعلى المصح العقلي، وهذا الشيء اللي أثار الغضب وفعلا مزعج يعني. لأنه لما بيلاقوا جواز السفر السوري قدام أي حادثة ما بيعتبروه إنه حدا مختل عقليا. مؤسف مؤسف. صح. اليوم رئيفة بالصدفة عم اسمع، حلقة قديمة عاملينها أنا وبسام داوود ببرنامج ميس كونسبشن اسمه الحلال والحرام بالسياسة. عم نحكي كيف بتصير شغلات حلال وكيف شغلات بتصير حرام، وشلون يعني في إيه، أكيد في أكثر من معيار لقبول الجرائم وتفسيرها وشو هو إرهابي، بس أنا صراحة شوفه اكثر بخدمه القضايا. يعني اذا يعني ما ضروري يكون انسان ابيض، اذا بيكون اي انسان بس تخدم هدف سياسي ما بده يلتعب فيها، بده يلتعب اذا يعني في اجنده وراء الموضوع. انا بدي اطرح سؤال هون رئيفي، هو الرئيس ماكرون بعد الجريمه وبعد الحادث الارهابي هذا اللي صار، قال حكى جملة أكراد فرنسا. بدي أسألك إليك وبسأل المستمعين، هلا هو أنو الأفضل، نقول أكراد فرنسا
أو الفرنسيون الأكراد مثلا، بأي توصيف لأقليات مقيمة وصار عندها جنسيات وصارت مقيمة بهذا البلد. هلا مطرح اذا عليكم. ايه انا بيهمني رايكم كمان، بستنى منكم تخبرونا وتكتبولنا بالتعليقات. انا برايي اذا كانوا اخذين الجنسيه فهم فرنسيون من اصول كرديه، اما اذا ما لهم اخذين الجنسيه فبيكون التعبير الاصح هو اللي استعمله ماكرون الرئيس. انا بحس انه ايه، حتى الاصول انا ما بحبها، انا حبيت قصة يعني هن صاروا هن ضلوا محتفظين بهويتهم الثقافية، وبنفس الوقت هن فرنسيين. على كل حال، هو هذا سؤال يعني هيك على الجانب من ضمن الأسئلة بدنا نسألها بهي الحلقة. هلا بالعموم يعني الغريب اللي أثار انتباهي أنا عمر بهذا الموضوع تضارب التصريحات، يعني وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان، اسمه هذا من اه دارمانان، أكد أنه عدم وجود أي صلة للمشتبه فيه أو للمجرم اللي قام بهذا العمل مع نشطاء من اليمين المتطرف، ما له صلة أبدا، أنكر الصلة. رئيسة بلدية باريس قالت إنه المعتدي هو ناشط يميني متطرف. فهون هلا احترنا منين نشطك؟ يعني هن بريئين ولا مو بريئين ما عرفنا. يعني هي مثل الفرق برأيي، مثل واحد بيكتب ستاتوس، واحد بيكتب ستاتوس، واحد بيكتب ستاتوس وبينزل ويكون عنده علاقة، بظن انه هو ناشط من متطرف حسب الشيء اللي قريته، انه هو عنده تعبيرات عم يحكي اشياء بس هو ما انه مرتبط بجماعة واضحة. وبظن التعبير اللي قاله دارمانان ما ملاقين صلات تربطه بجماعات، يعني ما لقوا الى الان لحظتي. هلا كمان هذا بيفرق على فكره بيناتنا، بيني وبينك والله رئيف، بيفرق قديش نحن بنقرا اللغه اللي عم نسمع من الخبر. يعني كثير محلات انا وياك نكون عم نحكي بشيء له علاقه بالمانيا بتقولي لا هذا ما هيك، يعني مو هيك الجمله، صح، تفسير ما صح. أي بقى ايه التفسيرات احيانا بتختلف، وهي المساحه الحقيقه اللي بيلعبوا فيها. هلا ما بدي دافع عن على الفرنسيين انا، ولا على الهيئات الحكومية الفرنسية، لأنه يعني عندهم فرق عاملة بهذا الموضوع، بس بدي أقول إنه أنا من جماعة اللي بيفترضوا الأحسن ببعض المواقف. والصراحة اللي أحزنني هو عن جد غياب الموضوع كاملا عن الأخبار، وبرأيي السبب الحقيقي وراء هذا الشيء هو عدم ارتباطه بأجندة حقيقية ممكن يستفيد منها أي حد. اي موضوع ممكن يتم الاستفاده منه، يكون في صحفيين وفي ناس مهيئين وشبكات جاهزه لتحرك الموضوع تروح فيه، بجوز هلا ينام ويطلع بعدين يطلع فيه له اهميه ما فجاه يرجع. ايه بيطلع شوف، ما في شيء بيتخبى، ما في شيء بيتخبى، يعني بعد فترة كله بيبين، وخصوصي وقت بده يتعرض للمحاكمة الصحافة بتصور ما راح تهمل هيك موضوع، يعني بيشتغلوا عليه. هلأ لسه الأخبار يعني مشوشة ونهاية السنة وما بدهم غضب أكتر من هيك، وما بدهم يصير في اشتباكات ولا تصعيد عنف بنهاية العام. الدنيا كلها معطلة، بتصور بأوروبا، أغلب أوروبا هلأ بياخدوا إجازات، فعدم التصريح بأي معلومة هي وسيلة لترك النفوس تهدى شوي، وبعدين بيدخلوا الصحافة دورها. كمان بتعرفي شو، يعني ما بدنا نطول هذا الملف، بس المشكلة إنه عم يصير اليوم أي شيء هو مكان للدبيت للدباء للنقاش للتحيز ولأخذ مواقف، كل شيء كل شيء كل شيء. يعني هلا الموضوع كثير واضح وصريح، هو الأكراد واضح إنه في جريمة رفض ما تم الاعتراف بها كجريمة إرهابية إلى آخره إلى آخره. بالمقابل خبر مثل اليوم اللي انت طرحتيه عن علينا، ما حكينا فيه كثير، هو خبر موت منيرة القبيسي، ما هيك اسمها، منيرة سميرة منيرة. خلينا نقول الخبر. نائبة وزارة الأوقاف السورية وبحكومة النظام السوري الحاجة منيرة القبيسي، وهي تعتبر من أبرز الشخصيات الدينية السورية، هي بيعتبروها موالية للنظام السوري لأنه كانت عم تشتغل تحت كنف وزارة الأوقاف والإفتاء التابعة للنظام. هلأ هي وبنته كفتارو، السيدة هدى كفتارو، ما بعرف إذا كان اسمها هدى، تذكروني أنا عم بلشي
الأسماء شوي تتخربط براسي، كان من أبرز مؤسسي الحركة النسائية الإسلامية بسوريا، بالذات بدمشق، لأنه كانوا مقيمين في دمشق وكانت حركتهم فيها، وتعززت حركة القبيسيات بعد، يعني هي بلشت، يمكن بتصور جماعة القبيسيات بلشت بأوائل الستينيات، وبعدين ظهرت على السطح بالسبعينيات، بنهاية الثمانينات بلش نشاطهم يظهر، أو أنا لأنه بعمري بلشت أوعى إنه إله نشاط، ويعزموني رفقاتي يروح معاهم وكذا، وقلعوني كذا مرة من الجلسات، أو يعني طلبوني ما أروح، يعني كل مرة ما بيحبوني. هلا توفيت عن عمري يناهز 93 عام بعد معاناة طويلة مع المرض، وشكلت حالة جدل كتير كبيرة حتى بعد وفاتها، يعني خصوصي أنه كانت مؤثرة بنصف المجتمع أو ما يزيد. يعني نصف المجتمع المتدين. يعني سحبوا، والله سحبوا، حتى كانت شوف إذا بتلاحظ أنت، من بعد الحركة اللي عملها السرايا، عملوها السرايا تبع سرايا الدفاع تبع رفعة الأسد، تشليح النساء حجاباتهم بالشوارع، بلشت بعد خلال سنة سنتين، أنا بلشت صف سابع، كنت صف خامس، صرت صف سابع، بلشت رفقاتي نفسهم اللي كانوا معي بالابتدائي يعزموني أنه على حفلة عيد ميلاد، روح لاقي أنسة عم تعطي درس دين، إنه أنا وين عيد الميلاد، بدي أنا رايحة أرقص وغني وجاتو. يقولوا لي معلش الواحد ما بيصير تكذبي على ماما على بابا كذا، بس بيكذب مشان الدرس، وبنكذب حتى على أهلنا إذا قالوا لنا لا. فأنا هون كنت شو عمري، يعني 10 سنين 11 سنة، أتخانق معاها الأنسة، أنت بتقولي لي كذا، انا عم بتقلي لي كذاب، قامت قالت له لرفقاتي اللي بقى جيبوها، وانا قلت له لرفقاتي انتو كذابين. هي علقت بيناتنا انه وين الجاتو وين عيد الميلاد. فبلشت انا احس بهي الحاله انه عم يعزموا على دروس الدين ولا تخبري حدا، وبلشت بشكل سري، والاجتماعات بعد فتره، يعني كل ما كنت عم بكبر بالعمر كنت عم بنعزم على هي الجمعات، روح على اساس انه لا تخبري حدا، وبالسكت وبيفوتوا على الدرس وبيطلعوا كل واحدة لحالها، وبأوقات متفرقة، يعني بعد ما يخلص الدرس بياكلوا أكلة طيبة وكذا، وكل واحدة بعدين بيفتحوا لهم الباب وبيصيروا بينزلوا بالسر وبنبهون، انت بتروحي على اليمين، انت بتروحي على الشمال، لا تمشوا من نفس الشارع، لا تطلعوا طفات طفات، مجموعات مجموعات، مشان ما تثيروا الانتباه. هلا انا عم اقول لك من قلب الحدث بهديك المرحلة، لهيك في ناس بيقولوا انه كانت عم تشتغل تحت موافقة النظام بمعاهد تحفيظ القرآن، والنساء اللي كانت تحفظ قرآن بالجوامع، في ناس يقولوا لك لا، كانت النظام بيعرف فيهم وكان عم يطبطبوا لبعض يعني من تحت الطاولة، كان بالدروس يقولوا لنا هلا مخففين تشديد شوي، فينا نجتمع أكثر وبشكل منتظم أكثر، مشددين هلا لبقى تجوا. أنا عم اقول لك مرتين ثلاثة رحت ومرتين ثلاثة تقلعت، لأنه شو في ناس كان في بدهم، دروس بس هو ذكر وأحاديث نبوية لا وكده ولا كان؟ بتقعدوا بيحكوا، لا مو ذكر، هي ببلشوا صلاة على النبي وتسابيح وكذا وهيك، اللي يفوتوا البنات بهذه جو الحضرة والجو الديني تبع انه مو الحضرة، مشان الحضرة شو تنزل كانت؟ الملائكة ما بعرف شو بيسموهم هدول. المهم بعدين بتبلش تحكي على الرسول وعلى الصحابة وعلى السنن وعلى الصلاة، بدك حياتك تزبط تحجبي، بدك جوزك يرجع تحجبي، بدك يجيكي عريس تحجبي، بدك يجيكي ولاد تحجبي، شو بدك بالدنيا بصير لك اذا تحجبتي، حياتك بواب السحر كلها بتنفتح لك اذا تحجبتي. وعلى هذا الاساس بيتحجبوا وبيعملوا حفله، يعني كل بنت بتتحجب بكل جلسه لازم يحجبوا بنات، واللي بيحجبوهم بيعملوا لهم حفله ومباركات ومولد وتوزيع ملبس وكذا، فبيعملوا له هيك هي الهالة، عرفت كيف؟ وأحلى شيء كانت اللي بتصير بهي القصص إنه بيخطبوا من بعض، يعني هاي بنت بتروح معنا على الدرس، شوفوا بنت فلانة بتروح على الدرس الفلاني بالقرنة الفلانية، بيروحوا مع بعض على الجامع بيصلوا التراويح، هي شو صارت خطبة بنات بصلوات التراويح بالشام، يعني برمضان وقت يصلوا بعد لازم يروحوا يصلوا مع أمهم ويشوفوا آنستون وكذا. ايه انا كنت ضد فكرة انه بيبوسوا ايد الانسة وبيقعدوا تحت رجليها، انجلط يعني انه ليه، فهمنا اعطيت درس الدين خلاص، خاطركم مع السلامة يعني. ايه فاعمل لك يعني تم حطولي زحلقوني كذا مرة وما عاد عزموني،
ما بيحبوني. ايه ما بدي ابين انه عم دافع عن القبيسيات او غيرهم، بس انا بظن انه يعني هي كانت محاوله لتجديد ما بلحظه معينه، واصطدمت مع كثير اشياء من الظرف السياسي، من الرغبه بمأسسه الاسلام ضمن اطر جديده. يعني هي ما بتفرق عن كثير حركات ثانيه، ولا بعيدا عن اختلافي الجذري مع الحركات هاي، هلا بس التمويل كان ما معروف تمويلاته من وين، يعني اللي انا على حد علمي مثلا بتتطوع وحده من ستات البيوت المعروفه يعني بانه هي تفتح بيت او صالونه وتعرض حالها واسرتها للخطر مقابل تستضيف البنات. في بيقولوا لك انه ما مشبوه وما بتعرف تمويله من وين وتمويله من النظام. انا مشان هيك ما فتحت تمي، اول شيء الترحم على كل اللي بيتوفوا، هي عملت جهدها لتوصل رساله معينه بمنطق محترم. انا ما شفت بدروسهم، حضرت عم اقول لك كثير باول طلعتي، يعني ما شفت تحريض على العنف او تطرف او بس الكذب، ما عندهم مشكله ليخبخبوا يعني لحتى يمشوا امورهم. والحجاب يعني هذا كان هدفهم، حفظي قرآن بيسمعوا لبعض. ما بعرف إذا كان في شيء ممكن نكرهها إلا صور أو ظهور مؤخرا للقبيسيات مع بشار الأسد يعني ودعمهم للنظام السوري بدل ما يدعم الثورة السورية. هذا مؤسف جدا ويؤخذ عليهم، ويعني ما كان موقف محق. يعني بس يمكن لأنه طبقة البرجوازية ترحمني وطبقة بنات التجار ونساء التجار وهدول يلي كانوا فاتحين بيوتهم وكانوا يحضروا هيك دروس، هن كانت مواقفهم يعني متوافقة مع مواقف تجار، أغلبية تجار دمشق يعني اللي كانوا ببداية المرحلة السورية الثورة السورية كانت موقفهم داعم للنظام للأسف. هلا، بس ترحمك جاي مثل الترحم اللي حكاه معاذ الخطيب على الفيسبوك، اللي كتب ثواني اشوف، الترحم على انسان عمل فطري واخلاقي، وليس كلما توفى شخص تتم مناقشه رساله الدكتوراه عن استحقاقه للرحمه ام لا. كله اسف، الله بيستحق يرحمه. الرحمة، ما بدنا نعمل رسالة دكتوراه. والله عن بس جد يعني كمان الديبيت يعني بأنه يا أخي لا مين تترحم، بعرف، هذا مسيحي لا تترحم، هذا مع النظام لا تترحم، هذا يعني والله ما زابطة يعني ولاية خلاص. وفي ناس من هذول الجماعة ما لازم تترحمي، بتعرفيهم، انت بتعرفي اخلاقياتهم، بتعرفي انه يا الهي، يعني بقى انا حسيتها محقة كلمة الشيخ معاذ. بس احيانا هو هذا الديبيت يعني بينفتح بعد وفاة علماء اي حقيقيين عن جد وناس اي فاهم. شخصية عم تتوفى من مرحلة من اول ما بلشت تظهر السوشيال ميديا ويبلش كلها دور حقيقي بمجتمعنا ونحن عم نجلد بعض ودغري نصنف ونحط بعلب ونحط يعني ما وقفنا تصنيف، لا وقفنا تصنيف طائفي ولا مناطقي ولا ديني ولا ما بعرف شو، حتى بالموت في عنا تصنيف بيترحموا علينا ما بيترحموا علينا. يا جماعة حلو، عن يلي بده يترحم يترحم واللي ما بده يترحم لا يترحم، وهذا موضوع خلاص عيب بقى نحكي فيه. يعني انا بشوف هلا في صديق عدنان طرابيشي قال حابب تشتغل بالشأن العام، بجزء رح تنشهر وتتبروز ويبوسوا ايدك، بجزء بدك تنسب وتتبهدل وتنمسح فيك الارض بحياتك بمماتك. هالحكي ما ببلش بحافظ وما بينتهي بمنيرة، يلي ما ايه قد هالفوتة لا منيرة يشتغل منيرة ايه يلي ماله قد هالفوتة لا يشتغل أو لا تشتغل شأن عام، بس لضبط توقعات الجماهير الشامية الكادحة مما يجري في الملحمة السورية. هذا كان تعليقه وعجبني كثير على إنه شو ما عملت بدك تنسب، في جهة بدها تسب. الحقيقة يعني بظن إنه مو معنا مو بشريشياشي، بس بيستحق الردود تبع الفيسبوك، تستحق إنه الواحد يعمل كل فترة مثل هي البرامج بيعملوها على البي بي سي والجزيرة، بيحطوا الترندات تبع اللي عم تصير، شو عم يعلقوا العالم. بس لأنه نحن أكثر شغالين على الفيسبوك من تويتر، بقى ما عم يكون عندنا فيزيبيليتي كثير واضحة على هاي. على سيرة الفيزيبيليتي، ننتقل على المحور الثالث اللي هو محور قلب الحدث اللي اليوم انت قلت لي عنه وانا كنت في مكان اخر. شو هالاخبار يا ست رئيفة؟ يا سيدي تفوق يعني الأسد، يعني هلأ أنت ما أنا ما بتخيل فرحته، سعيد جدا ما عم ينام من الفرحة لأنه أول مرة
بيعطوه حق كامل بأنه يتوج رقم واحد، لا يعني في الاسم. ملك الكبتاجون. يعني مو بس سوريا ناركوس ستيت، كمان هو ملك الكبتاجون، فاز بشغلة تسجلت بالتاريخ بهي المرحلة. هو أرعى بالعالم بالكبتاجون اللي عم بيصدره لكل الدنيا، وصل لأوروبا. تتذكر لما حكينا عليه إنه في له أوه. علاقة، وصل وحتى أمريكا خايفة، وصل لأمريكا يعني لهالدرجة، فعملوا له قانون الكبتاجون. ايه رأيي، بس ما اعرف شو الفرق بين هالقانونين. هلا شوفي، عندك قانونين، قانون الكبتاجون، قانون قيصر، هدول قانونين. وفي عندك الفرق بين انه حكم جنائي او قانون عم يحاكم الاسد او عم يحاصر الاسد جنائيا، او قانون عم يحاصره سياسيا. قيصر عم بيحاكم عم يحاصره سياسيا، مشان لانه بناء على الجرائم كمجرم حرب، هو والناس اللي معه اللي قاموا بجرائم حرب بسوريا، بينما ومحاصرتهم ومحاكمتهم. بينما بموضوع الكبتاجون وبالتحقيقات اللي عملتها الدير شبيجل وعملوها، واشارت الى انه الفرقه الرابعه تبع ماهر الاسد ضليعه ضالعه، او لها علاقه باداره تهريب الكبتاجون وصناعته بين لبنان وبين سوريا، عم يتصنع وعم ينبعث لحول العالم. فهذا قانون جنائي بحاكم على أساس جنائي، بحاكم أشخاص لهم علاقة مباشرة بهذا الموضوع بشكل جنائي. لا بتقدر الصين ولا بتقدر روسيا ولا أي حدا يعقد مجلس أمن ويتدخل ويقول لهم لا بحق لكم وما بحق لكم. هون مع بس العقوبات جاي الرسالة، من أمريكا، جاي العقوبات نعم، من أمريكا، جاي العقوبات. ايه امريكا اللي سنتها بحكم بايدن، يعني ايه طيب هذا كان في الشيء. مؤشرات، كان في مؤشرات إنه يعني المؤشرات تربط بشار الأسد غير ارتباط أخوه بالموضوع. هلا اللي فعليا منطقيا، يعني احنا بنعرف من زمان كانت مزارع الحشيش تبع البقاع للهراوي، وبعدين مسكها حزب الله. لما الأسد فقر وراحت مصاري، عم بيقولوا لك قديش 3 مليارات ونص أفادت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأمريكية، مشان أقول لك منين المعلومة، يعني إنه قيمة أرباح الكبتاجون بعام 2020 وصلت ل 3.5 مليار دولار بسنة واحدة، يعني 5 أضعاف قيمة الصادرات المشرعة أو المشروعة السورية بخلال العام. فهاد عم يرجع، مين اللي ممكن يعمل مصنع معمل ويكون عنده مزارع وديرة؟ هو صح، مين بيقدر ببلادنا؟ مين بيقدر؟ انت بتقدر؟ ما بعرف، يعني مين عنده القدرة والجرأة وقادر يشتري كل الحواجز وقادر يمشي الجمارك والحدود ويفتح هذا؟ مين في حدا غيره؟ لسه في تقرير. بتعرفي شو بيدهشني الموضوع؟ كمان هذا سؤال للإنترنت، إنه ليش دائما وقت يكون الموضوع مرتبط بالمخدرات تلاقي الناس تعاملت وتعاضدت؟ يعني الكبتاجون عم يطلع من سوريا الأسد من عند النظام، بيمرق بالمناطق اللي بنسميه محررة وصولا لتركيا، وبيعبر لحدود تركيا والشاحنات رواق وكذا. في تقرير كان طلع على البي بي سي لما اعتقد عم يحكي عن الموضوع، انه ايه بتمرق المخدرات، بيمرق السلاح، بس مساعدات ما بتمرق، اكل للناس ما بيمرق. ليش؟ فيها فت مصاري أكثر لأنه بطعمه. وفيها تنيم اكثر. وهن على فكرة متفقين الجهتين إنه بدهم الكل يناموا مشان الجهتين يضلوا عم يحكموا. يعني للأسف بالمناطق على المحررة، كل الأحوال ما مو الوضع كمان ماله سليم يعني. بس لا، هو ما عم تروح المناطق المحررة، هي عم تروح على تركيا، بس عم لك العبور يعني. بعرف عبورها من ايه هنيك، يعني حتى إذا عبرت وإذا تم توزيع بشوي ولا رشرش حبك يا جميل، يعني بس بيني وبينك يمكن كبتاجون احسن شيء طلعته سوريا بآخر 10 سنين. والله أسوأ شيء، والله أزبل شيء هذا إمفيتامين. يعني ما بدي استعمل كلمة كبيرة، يعني نحن المرة الماضية حكينا على الحشيش إنه إيه يا أخي، هذا
عشبة مثل البقبونج بس للمخ أو للأعصاب. بس الأمفيتامينز والكبتاجون هو أسوأ المواد المخدرة وأزبلها يعني. وتصور اللي تابع بريكنج باد المسلسل بيعرف إنه بيعملوه من مبيدات حشرية ومن هلا الكبتاجون هو مربوط بال شو اسمه هذا المخدر تبع بريكنج باد، هو نفسه لبنان الامفيتامين. اي لك كان هو من نفس الزمرة بس انا ما بعرف، انا ما عندي فكرة يعني، انا مالي صيدلانية ولا صنعت بصراحة. انا فكرت الكبتاجون هو حبه بيتاخذ وبيعطي قدرة على يعني فكرت نوع ثاني من المخدرات. ما anyway عندي فكرة، ما عندي ايه فكرة. بس بالنهايه عم احكي انا عم بمزح انه احسن انواع احسن شيء صدرته سوريا، يعني شوفي بشار الاسد ايه والارهاب اللي عم يطلع من عنده بقى، ايه على الاقل مخدر طبعا عم بمزح، هلا غبي هلا يعني هلا في له غبي من عنده. استراتيجيات، في له قانون استراتيجيات يعني بيشتغلوا عليها، وهي لنشوف بقى نتيجتها. بتشيل الأسد ولا ما بتشيل الأسد برأيك؟ بتضعفه ولا لا؟ بتفقره ولا لا؟ والله فرصة بتشيل الأسد راحت من مع رئيس باراك أوباما، رئيس أمريكي باراك أوباما، هي اللحظة اللي كان ممكن نشال فيها، وهلأ كل ما عم تتخصور الاحتماليات إنه يروح، وخاصة إنه ما عم يصير في لوبيات متوحدة موحدة بسوريا انه تقدر تخلق بديل او تخلق منهج او شيء. يعني حكينا هذاك اليوم على المحاولة تبع معاذ الخطيب المبادرة ومبادرة، وممكن في مبادرات اخرى فيها، بس ما عم يصير في توحد حول اطار ما، ولساتهم مشتتين حتى على الالتقاء لنقاش بالشيء بقى، ما بظن في شيء حاليا ممكن شيء بالشغله. أنا بشوف إيه مطول مطول، لأنه حتى بابلو إسكوبار وقت أوه. اللي لاحقوه ضل فترة طويلة يعني ما يقدروا يوصلوا له وكذا، وهو شو يعني عندهم بحضنهم. ايه إيه فهون ما بعرف يعني، بتصور الموضوع بابلو اسكوبار كان خارج النظام تماما، خارج المعادلة، بينما صدام حسين جابوه يعني راح يعني ايه بس جابوه كانت القوات الأمريكية بقلب العراق يعني. أما ونفس الشيء يعني بتصور بسوريا ما بدها تنزل القوات الأمريكية لدمشق يعني تجيبه. هلا وقفت على الشام. ما الروس لك مدري وين، بس نحن سؤال كتير بس كتير، دائما الشام هي دائما انه لا كل شيء، طب شو يعني تفوت تجيبه؟ كتير أسئلة على الخاص وصلتني، إنه وين متخبي بشار الأسد؟ وينه؟ ما انه متخبي. ما طلع، ما راح زار الكنايس، ما طلع، ما من هي ايه ما بيان، ما بيان. هلأ أول شي طلعت إشاعات من هون ومن هون، والناس يعني شي صدق وشي نفى وشي نكر، بس بالانتظار والمراقبة بتحسوا هذا من النوع اللي بيعمل ديبرسيون، أو مثلا بيتخبى هيك بيسكر وخلص ما بقى بدي يرد على حدا، لا تحاكوني عرفت شو، أو رايح آخذ مرته وأولاده وطالع يصيف بشي قرنة بروسيا، وفاصل فاصل ونواصل. بطريقه قال لهم صلحوا لي ساحة تبع بحرها. قليلة 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 قليلة، ايه بقى يعني هو قال له وهو رايح قال لهم شوفوا لي ساحة تبع بحرها، هلا ما كنا فيها، ما حكينا انه نحكي فيها، بس بنفس الوقت يعني موضوع بذكرني كثير بساحة العباسيين اللي ضلت عم تتصلح ولا ساحة الامويين تصلح تتصلح. الناس بتعرفي قبل ما نبلش هذا البرنامج، انا قبل ما نبلش هذا البودكاست كان في كتير شغلات من راسي رايحه، بس هلا عم يرجعوا يبنوا من اول وجديد. وقت كنا نعمل ايام اللولوز بتذكري رئيفه كانوا حاضرين انه كنا عم تحية نفكرهم بهدف. لصديقتنا، تحية أول شيء، ما بقدر، تحية لصديقتنا وحبيبتنا وزميلتنا هني السيد. تحيه مني كمان هنوش اللي أحلى ضلينا عم هنوش، نشتغل مع بعض شي 7 سنين 8 سنين إيه يعني أحلى بلا هنوش توقف. والله، انت أحلى قبل انت هنوش. قبل أنا من قبل إيه، من 2006 أه؟ 2007 2007 بلشنا إيه. بقى تحية كبيرة لها. وبس يعني بهداك البرنامج كنا دائما عم نرجع لأيام لولو من الستينات والتسعينات، كان
في هيك بحش. هلا بعدين وقف كليا، هلا رجع من جديد معك عم تذكر اشياء. فهلا نزلوا على الانترنت شو صور شو تخيلات، يعني معقول هدول الناس ما بيطلع معهم غير قباحة غير بشاعة؟ بدهم يسرقوا، ما معقول يسرقوا بشي جميل. يعني بدك تسرق وبدك بدك تكلف بلاوي، وهي انت بتساويها. هي يعني في عنا عندك مزارع بيعفور مثلا، فيها بحرات اكبر وبتكلف اكتر بكتير المفروض من اللي بتكلفه فعليا بناء ساحة 7 بحرات، لكن اللي بتسجل بقيود الدولة ملايين ملايين. وبعدين في اولويات، يعني في اولويات في مناطق برات الشام على الناس بعد نص ضاجت، ليلة. الناس كتير ضايجة إنه ما في كهرباء، ما في مي، ما في شيء، ما في خدمات، ما في بنزين، ما في مواصلات، وعطلتوا المؤسسات الحكومية وراكدين بدكم تظبطوا الساحات. يعني في كتير كذا فنان وفنانة منهم تولين البكري بلشوا يكتبوا، مع علما إنه هن بالعادة ما بيعملوا أي، عادة يعني ردود فعلهم كتير قليلة على ما يجري على الأرض. يعني شو وصل العالم لهذا المحل انه خلاص ما عاد في شيء يطلعون، ما عاد في شيء، يعني الناس عن جد واصله لمحل. هل هو الخوف من شيء أسوأ؟ والله العظيم انا ماني شايف أسوأ من هيك، يعني انا ماني شايف أسوأ من هيك. يعني انبسطنا على جماعه السويدة، اهلنا بالسويدة انه طلعوا، قلت ايش خي بعدين، هلا محور بدنا نحكي فيه بعدين ما راح احكي فيه، بس كل مره بتحسي انه ما عم لاقي تبرير، ما عم لاقي تبرير. هلا بتذكر بداية الثورة طلعت مناطق موالية للنظام بحمص أول الثورة، طلعوا وقفوا كذا، إجوا خوفوهم بأساليبهم المعتادة نظام، بعتوا كم واحد وبتعرفي السيناريوهات طيب. بس هلأ اليوم مع أساس روسيا وإيران والنظام مسيطرين وموجودين على الأرض وموجودين هم، طيب هلأ ما صار وقتهم يقولوا للعالم بي 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 بيب بيب يا بشار مثلا، عشان ما بعرف يوتيوب شو سياساته ضد الرزالة والله عن جد ساعات بصفون بقول يمكن نهد حيلهم، يمكن ما عاد فيهم على خسارات أكتر، يمكن يأسانين إنه وما عاد مستعدين. يعني اللي شاف اللي أرسطو الحية بخاف من ربط الحبل، ما بتنا شفنا اللي ماتوا، ويمكن مو قادرين على، بيعرفوا ما حدا حتى كطفة لجوء مثل اللي طلعت بال2015 ما حيقدروا. ما بعرف ما بعرف. يعني كمان أنا مثلك هيك بقعد بصفن إنه الناس ليش ما عم تطلع، ما بعرف. طبعا لا لا تهروا بيهر لحاله، يمكن ما بعرف، طيب يوتيوب، لا يوتيوب تشلحوا وانترنت يشلح مش لحاله. شو رأيكم بالأسباب الحقيقية؟ عن وإذا جد كان في ليش؟ ناس من جوا سوريا وبيحبوا يكتبوا أسماء وهمية أكيد بنرحب بتعليقاتكم. إذا أنت بس شاب أو صبية بقلب سوريا قادر وعندك الحيل والقوة الجسدية إنك تطلع توقف تتظاهر ولو سلميا، لو بدون ما تفتح تمك ولا بحرف ولا بشي، بس توقف بالشارع قادر وما طلعت، فيك تكتب لنا ليش باسم مستعار؟ نحن نحاول نقرا تعليقاتكم بالحلقات الجايه، او على الاقل نستفيد ونفهم من هذا الشيء. هذا برجعنا منشان ما طولنا كثير على فكره بدايه الحلقه اليوم، او ما في مؤقت بقى شكلنا عم نشطح انا وياك بالاشياء كثير لقدام. طيب رئيفه، بقى انه اشرنا للسويدة وكان الموضوع طارئ، يعني هذا اللي حكينا فيه للسويدة كمان. طيب طلعوا وهي مو اول مره، وهي مو اول مره وردوا راحوا، يعني ما عاد سمعنا اخبار. هلا بنفهم انه في قطع انترنت في كذا، بس يبدو انه الحراك خلاص. ما بعرف إذا خلص تماما، لأنه في أخبار بتقول لك إنه في لسه احتجاجات سلمية، اعتصامات سلمية عم بتصير بساحة المدينة وبعض المناطق الريفية، عم ينددوا بالجرائم والانتهاكات، بس ما عاد في هذا الضوجة اللي كانت بالبداية. يعني خلينا نقول ساحة الكرامة، أو إيه ساحة الكرامة أو ساحة السير بنص المدينة لساته الناس عم يتجمعوا فيها، عم بيواصلوا الحراك الشعبي لأسبوع ثالث ولا الرابع هلأ وصلوا لإله، ولساتهم عم يرفعوا لافتات التغيير. بس
هنن عم ينكروا وجود يعني رغبة بالتقسيم مثل ما عم بيروج الأسد، وطالبوا بخروج المحتل الإيراني والروسي من سوريا. ما بعرف يعني هنن عم يقولوا أنقذوا أطفالنا من الجوع المخدرات، نعم لخروج كل الاحتلالات، ما عم بيقولوا أسقطوا النظام. يعني الاستقلال حق مقدس، تغيرت اللافتات مؤخرا. وما بعرف أه. إذا إلها دور إنه في كتير سمعت ناس بيقولوا إنه بيضوجوا أهل السويداء، بيبعت لهم مصاري، بيبعت لهم معونات وأكل وكذا، لا ما بيفتح بظن لهم هيك. البنزين شوي، بيقوموا بيهدوا بيشتري سكوتهم. يعني تبع دقة على الحافر دقة على النافر، ما بعرف. كمان المزعج والله يعني هذا بفهمه، اوكي، والتأويلات من اخره. طيب هذا بيطلع بعد ما تصير الحدث، بس خلال الحدث معقول قديش الناس اللي وقفت مع الثورة كل مرة كل مرة عم يلاقوا الأمل بهدول الشغلات الصغيرة؟ لا حكينا قبل شوي على إنه ليش الناس ما عم تطلع. طب عم نحكي على كتلة كبيرة بشرية بمناطق متعددة، إنه يعني أنا عم شوف أغلب الشغلات اللي عم أقراها هي عم تيجي من الشام، من حلب، من حمص، من ناس بعرفهم، وبشوف قديش الوضع صعب. بس لسه في مناطق أصعب بكثير بالشمال الشرقي، بمدن الصغيرة اللي أصلاً دمرت بالحرب وبحرب النظام على الأيمان، عشان ما نختلط من المفاهيم. طب هدول كيف قدرن يعيشوا؟ إذا بقرأ ستاتوسات إنه حق الكيلو البندورة ما أدري قديش، فعلاً أرقام غير محمولة. طيب ليش نحن كل مرة بنصدق بالمقابل؟ كل مرة بصير شيء بالسويدة انه هيك وبنتنفس سعداء، ليش كل مرة بنبلش استاتوهات والله حي والله حي؟ طب خلاص في باترن، في ما بعرف ما بعرف، هو نحن بنشوف على الانترنت. عم نشتري الأمل، عم نقول يلا بركي بتصعد الأمور وبترجع بتشعل، لأنه بس جوات كل واحد فينا ما طفت الثورة. اللي بيقول لك الثورة خلصت، ما خلصت، لساتها عم يعني لساتها تحت الرماد، لساتها حارة، ما لها على السطح. إيه بس جوات كل واحد فينا رغبة عارمة بأنه ترجع. لكن كانت ستي تقول ربي أعذني من قهر الرجال. أنت لما بتشوف هي اللي بيطلعوا، ما بدي أقول لأنه صحيفة، بيشتروا للناس وجبة أكل، وقديش بتكلف بالسوق، تطلع المذيعة وبتشوف رجال مشان يعني حتحرق القلب. يعني أنا ما بعرف شو اللي عم بيعملوا. أنا كثير مؤذية هي النوع من اليوتيوب اللي عم يشتغلوه. هو ما بيورجيك شو الأسعار، بيورجيك نبض الشارع لوين وصلت العالم بالقهر. الرجال مشورة بيبكي لأنه مو قادر يجيب طبخة لبيته، بتقول له أنا بدي أجيب لك الطبخة، بتقوم بينهار. ربي أعذنا من قهر الرجال، لأنه أصعب قهر بالدنيا. فما فيك تطالب ناس هالقد مقهورة يعني يلعن الأسد، يلعن الأسد، يلعن الأسد. حقيقة ايه، ما في كلمة بتوفي حقها. تخيلي انه انا وقت كنت بسوريا كنت بلحظة من لحظات انه اكابر وكلاس، انه ما بصير اقول لعن روحك يا حافظ، انه يقصف عمري شو اهبل، لك انه الله كل يعطيك طول عمري العمر. بطلع الروح بده بده ايه. بس يعني يلعن كان بوقتها الأسد، الخطاب هيك اكتبوا لنا يلعن الأسد، يعني يلا مظاهرة إلكترونية بركي بنحس بالثورة. تتذكر أيام المظاهرات الإلكترونية؟ يا يا محمد خيي شو كنا نكيف. شو كنا نكيف؟ مو لا طالع ما كنا بإيدنا نكيف، شيء. انا كنت مكتئب والله يا قلبي، انه بحسها انه يعني هي مثل انه ما قدرت تغير بيدك، فبفمك، فما في فيسبوك عم فبلسانك تحكي، فبفيسبوك وهو عم أضعف تحكي، الإيمان. فالموضوع ضعف الإيمان. هلا أنا ايه نظرا لأنه عمري ما بيسمح لي، أو ركبي ما بيسمح لي أركض، فكنت لما يعملوا إلكتروني انبسطت. لا ولا انا تشي جيفارا، ها يعني انه ما كانت مظاهره، بس نوم الاحساس فيها هذيك كان عن جد اقوى بكثير. أي أكيد أكيد أكيد، يرج قلبنا، يرجف هيك يعني.
أرواحنا إنه يا إلهي. ايه، على كل حال، بما انه عم نحكي عن الظروف السيئة بسوريا وليش ما عم تقوم العالم، لازم نحكي عن الظروف الحالية اليوم والميلاد. ميلاد لمرأة يلي يعني انا بعمل هايد على الفيسبوك لكل الناس اللي بيكتبوا الحزن بسوريا. صوتك صار مثلا واطي يا عمر، ممكن تعليه؟ بعمل هايد لكل الناس بيكتبوا ستاتوسات او موضوعات كثير حزينه بسوريا، بتخبيهم، بتحجبهم. بحجبهم، بعملهم يعني انفولو، بضلوا رفقاتي. بقى اليوم اللي بعده كنا عاملين انفولو، خلاص ريحت بالي، بصير بدور عليهم، فوت عندهم على صفحاتهم بقرا شو كتبوا. ليه؟ لانه ما فينك تهربي من هذول الاشياء، يعني بدك تعرفي، يعني انت متعوده انه تشوفي فلانه الفلانيه عم تكتب عن البالي، عن الشوارع، عن السعر، طبخه قد تكلف الاكله، ثم تحزني انت تقولي خلاص انا ما بدي اوجع قلبي كل يوم كل يوم كل يوم، وانا ماني هنيك. بتغيبي يوم يومين عن وجع القلب، بعدين بتقولي شو صار هني بهداك المكان، شو صار بقى بصير في عندك هذا النوع من انفصام الشخصيه، انه انت بحاجه انك تبعدي عن هذاك المكان، بس بتصير بتروحي له بارادتك، مو انه عم يختار لك اللوغاريتميه تبع الفيسبوك انك تقري هذا الخبر او هذا الشيء. هو ايه بعد، بتعرف عمر، الوجع يعني الألم وين؟ الألم إنه أنت بتطلع من البلد بتحمل عقدة الناجي، لتتخلص من عقدة الناجي بتفوت بحالة النكران، لترجع تشعر يعني حالك موجود عايش على الأرض، بترجع بتحاول تعمل نوع من التواصل، بيرجع بيحزنك الموضوع وبتفوت بهي الدائرة المغلقة من إنه أنا ابعت مصاري للبلد بساعد النظام، ما بعتت، اهلي عم يجوعوا، الناس اللي بحبهم عم يجوعون النظام لانه هو لهلا مسيطر علينا. نحن لجأنا بس لهلا مشينا بالعصايه، نحن لساتنا مثل القطيع بنشتغل ليل نهار بنلم مصاري وبنبعت للي بنحبهم، وهذا الشيء عم بيطول له عمره، نحن لهلا عبيد عنده. نحن لجأنا عم نشتغل بالدول الأوروبية لنجمع مصاري لنبعتها لأهالينا اللي يضل هو مسكج نظامه بهالبحصة، لنرجع يجبرونا الدول اللي عملت لنا لجوء نجدد جوازات سفرنا بالسفارات، ندفع 800 يورو و1000 يورو للباسبور مشان نجدد له نطول له عمره للنظام. نحن لهي اللحظة فايتين بهي الدائرة من النكران والأسى والحزن وعقدة الناجي والاستعباد وبعت مصر هيك. لهلا ما عم نقدر نشعر حالنا بشر طبيعيين، حقنا نفرح ونحزن، حقنا نعمل نفرح بالخلاص الفردي اللي وصلنا له، ما عم نقدر. بعرف. ايه، معك حق جلد معك الذات حق. مستمر. ما في ناس بجوز ما تقدر تخلص منها نهائيا، يعني في ناس ممكن ابدا ما تقدر ترجع جلد تخلص منها. الذات مستمر، مالنا ما 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 يعني مشرش هالنظام لدرجة إنه فايت بأدق تفاصيل حياتنا اليومية، لأنه لليوم كل شغلة بتعملها بترجع بتتذكرها بالبلد، بترجع لك حرمك إنك تقدر تحط صورة أكلة أكلتها لأنه جوع لك أهلك بقلب البلد، حرمك تقول أنا رحت سيران أو تروح سيران وفعلا تنبسط من قلبك بدون ما تشعر بالغصة، لأنك أنت مو ببلدك، مو مع رفقاتك، مو مع اللي بتحبهم، ولأنه أنت قادر وغيرك لا. هي أبسط شغلات، أبسط الشغلات اللي لهلأ هو لسه ساجننا، نحن لسه مسجونين عند هذا النظام، ما طلعنا. مشان هيك الغضب بيكون أكبر، يعني بيكون مشان هيك يعني بنفرح، نفرح بمظاهرات السويداء، نفرح هالبلد لازم تخلص من هالظلم، لازم يا رب. ما بعرف، اكتبوا لنا بنخلص بقى بقانون الكبتاجون، مين تعوا نعمل رهن كل واحد يكتب وبكره بنرجع له بعد فتره، بعد قديش ببلش يفقر النظام وببلش يولول، ويا ترى بيلاقي طرق تانية لجني المال ولا لا؟ بس يا رئيفي، ما هي القصة إنه نحن كنا عم نحكي عن الميلاد، نحن نطينا من هذاك ووصلنا على محل الميلاد، يعني وصورة كله الناس مربوط يعني ببعضه اللي عمر. قاعدة، إيه بس الناس اللي قاعدة على الفيترين تبع القهاوي، والناس عم تحضر مباراة، وتلاقي لا حشود اللي برا قاعدة برا عم يا تتفرج على محمد المباراة من برا، قديش بتقهر. ولا صورة يا هلا محمد بابا نويل
يلي ماشي بالشام ما بعرف قديش عمر الصورة، والولد زي حامل كيس ولا. طبعا انا ما في، انا بحكي هلا هذا شو، انا مكان بعيد، بحاول انه ما يعني بعد قدر الامكان، بس ما فيك تمسك الصورة ولا الصور تبع البابا نويلات نازلين مخابرات من اهل تبعنا المملكة. الذي في الشاحنة. شوهوا كل شيء يا زلمة، مو طبيعي هالزلمة، مو طبيعي بقى يعني. فسانتا كلوز والميلاد المجيد يعني شو هالميلاد؟ يعني مو معقول. anyway أوسخ من خلينا كذا نروح نهرب بكثير. من الضعف شوية. ما في تعليق عندي، اكتبوا لي تعليقات من عندكم انتو. يعني لما واحد بيقول لك أوسخ من كذا ما فيش، يعني انه حتى الميلاد خربوه، اكتب لي شو شعورك بعد الكلمة. ما معقول. هلا بتجي للواحد يلاقي يهرب من القصص هاي، بيعزي نفسه انه نحن وضعنا مو اصعب. طبعا مقارنة بسوريا كنا وضعنا منيح، بس نحن كمان مرق علينا الميلاد شوي غليظ، وخاصة سكان المانيا وسكان فرنسا. عمر، طيب بما انه كنا بالميلاد، شفت لي لما الفيديو اللي انتشر لبايدن وقت واقف مع زيلينسكي الرئيس الاوكراني، حسيت اوكرانيا طبق عليها المثل السوري تبع ايد من ورا ايد من قدام. في مثل ثاني، في مثل ثاني بيقول له ايد دوبي. يعني في امثله كثير على فكره واحد، اونلاين. انتوا قولوا لي هلا، انتوا عم تشوفوا الفيديو حمشي لكم اياه تحت، بس قولوا لي لما شفتوا هذا الفيديو شو حسيتوا الوضع؟ يعني بوتين من ايده من قدام، بايدن ايده من ورا، واوكرانيا بالنص. ما بعرف. والله كله ايده بايد ببعضه. السلام عليكم. يا له يا خراشي. ايه الفيديو، والله انا اول شيء فكرته تطبيق، انا ما صدقت انه فيديو حقيقي، فكرته تطبيق. بعدين هيك شفت التعليقات وكذا، انه لا ما هو تطبيق، بظن يعني الدلالة والقراءة السياسية تبعه اكبر من واقعيته. لانه ايد بايدن مو نازله الى اخر، نازله تحت بقى. يا اما هو بايدن عن جد ما عاد عنده سيطره على اعصابه وعلى ايديه وكذا، معقول ما اعرف وين بده يحط ايده يا تعليقات حلوه جماعة، ما لانه اعرف فاهم وين بده يحط ايده. معقول. الرئيس بايدن. هلا هو بايدن عنده حركات كثير، في عنده هي القصه بيشم ريحه راس الناس النسوان اللي قدامه، يا بيكون سبحان واقف الله. بيحط رقبتهم بشمهم وبيخربط بالقصاص. الرئيس الامريكي هو ما له من رؤساء المناطق العربيه، عنده وزاره اعلام بتراقب كل شيء وبتاكد من كل شيء، في عنده كميه هائله من الكاميرات ناطرته على غلطه وناطره لقطه وناطره مليون شغله عليه بقى. ما فينا نقارن يعني الرؤساء اللي مثل الرئيس الصيني اللي بلحظة من اللحظات قال على الرئيس الصيني السابق من المؤتمر السنوي المؤتمر العام تبعه، وانشارت كل الصور وكل الفيديوهات بظرف 24 ساعة. ولا نقارنه هدول الرؤساء اللي عايشين بهدول الدول الديمقراطية، قد ما اختلفنا مع مفاهيم الديمقراطية إلى آخره، هن المعرضين لمواقف مثل هي. مش هيك أنا بقول القراءة السياسية اللي عملت للقطة هي هي أكبر بكثير من اللقطة بحد ذاتها، إذا كان حاطط إيده ورا ولا ما حاطط إيده ورا. هلا لو تخيلنا قانون الكبتاجون وبشار الأسد اللي واقف جنبه، وين بتتخيل ايده لبايدن؟ لا ايد بوتين، ده تكون ايد بوتين. هذا بياخذنا عند اخر محور لليوم اللي حابين نحكي فيه، هو خبر نزل لبوتين بعد الهزائم الكبيره باوكرانيا، بعد توجيهات جديده للعاملين العساكر عنده بالجيش، قال لهم انه ما في حل حتى ينجحوا غير يتبعوا نفس السياسه اللي كانوا متبعينها في سوريا. السياسات العسكريه، السياسات العسكريه اللي كانت متبعه بسوريا هو استخدام اقل كميه ممكنه من الاسلحه، وقاعده بمنطقه محصنه بطرطوس،
ونزل قصف بها البشر. بقى ولا برأيك هل هو مفلوج من الدعم العسكري، دعم الأسلحة اللي أخذوها الأوكران من أمريكا. ما زال على فكرة البروباغندا الروسية اللي هلأ اليوم عم بسمع عم بيحكي المحلل الروسي السياسي، يعني لسه مصرين إنه هدول إرهابيين متطرفين متعصبين يمينيين نازيين، ما بيسمحوا بالطوائف المسيحية بالمدري شو، يعني لا يؤمنوا بالمدري شو. لسه لهلأ عم يبخ سم براس شعبه لسه لهلأ، وما عم يعترفوا. وصايرة فضيحة هلأ كمان، مو فضيحة يعني ما بعرف إذا تعتبر فضيحة، في نقطتين بألمانيا على موضوع الروسي. طلعت قصة إنه المدافع الألمانية، شو كان اسمه، أيزنهاور، مو أيزنهاور، شو كان، مدري شو اسمه، اكتبوا لي شو اسمه المدافع الألماني اللي قال طلع خربان على طول، أوكرانيا طلع خربان، والألمان اكتشفوا جاسوس من المخابرات الألمانية عم يبعث معلومات لروسيا. فما بنعرف هلأ يعني باكتشاف هذا الجاسوس بالأسلحة اللي أخذتها أوكرانيا، برأيك بوتين وين رايح بالحرب؟ في ناس عم بتقول قد تتوقف الحرب، في ناس بتقول لك مطولة، أنت شو رأيك؟ لا، شو السياسي هو شو السياسي، نحكي كثير اشياء بدون ما نكون واثقين من الشيء، لانه ما فينا نكون واثقين ضمن الضخ الاعلامي، بنحاول قدر الامكان انه نعمل فلاتر عنا براسنا لحتى نعرف شو هو. هلا انا برايي انه الخبر الرئيسي انه بذكرى الحرب الجاي، بذكرى الحرب الاولى، احد وزراء، بظن وزير خارجيه زيلينسكي اعلن انه عم يطلب يعمل مؤتمر سلام بين البلدين. برأيي اللي بده يتدمر تدمر بأوكرانيا، واضح إنه الغرب ما راح يسمح إنه يفوتوا الروس أكثر، وبنفس الوقت بوتين ما بده يطلع أسود لوش، بده يطلع بياض لوش، شغله إنه راح يصير عمره ما أدري قديش، ومفكر إنه هو راح يضل للأبد يعني. المؤتمر السلام هذا مخطط له، ما أعرف إذا راح ينجح ولا لا، قديش راح يكون في دول داعمة. لا تنسي إنه فات على الخط، يعني روسيا فاتت على، تركيا فاتت على الخط، هي كلها التغيرات الإقليمية أو تغيرات روسيا قبل ما تبلش الحرب وتخسر هالكمية من العتاد، وتخسر الكمية من البشر، ويهربوا شبابها على دول المجاورة، وتبين آلته الإعلامية اللي قديش ضعيفة، اللي هو كان معين عليها، انه كانوا الامريكان قبل انه كانوا تاركينه انه الله حيه خلص اتركوا هذا ببعبع بهداك، بس وقت جد الجد يعني شو روسيا اليوم ولا سبوتنيك اختفت على الساحه. يعني ما بظن، حتى لو بدنا نحكي عن ديمقراطيه امريكا، بس ما في يعني رئيس جوجل او رئيس اي محرك بحث بيقولوا له المخابرات انه حبيبنا خفف لنا هدول، خففوهم ما راح يضلوا يعني هلا هنن عندهم نازيين قنواتهم اللي مثل بيعتمدوها ما اكثر، هنن عندهم قنواتهم شي مثل التليجرام بيعتمدوا عليها هدول الشرقيين والروس اكثر من، كله بده ما يمر من بيسمحوا. امريكا، كله بده يمر من امريكا. يعني هلا قيمك عن هاي القصه، يعني كان مسمح له هلا بعد ما تجاوز المساحه اللي عم، يعني تجاوز حدود المسموح وفات حرب ومكبر حاله، طبعا انه في تحالفات. انا بخاف صراحه اذا ما التقى مخرج انه نروح لمكان كثير بعيد، يا لطيف، بس بنفس الوقت بقول انه يا رب هيك شي واحد من طباخين هون، شي دكتور، شي تتوقع يعني ما صار، بتتوقع السيناريو اللي شي ما نجح عمر، بتتوقع دكتور بطوط. السيناريو اللي ما نجح بسوريا ينجح بروسيا؟ بسوريا ما كان حدا عم يحاول يقتل بشار ليه؟ ليه؟ لانه ما أعرف إنه في يستاهل محاولات يموتوا اغتيال بالموت. ما نجحت. هو انا بحس انه يعني اذا حدا بيروح يقتله بشوفه ما بصدق انه هذا رئيس، اكيد مو هذا اللي بده يقتله، بيروح بيتركه بيروح. والله مضحك يعني، حتى الدكتاتور تبعنا شكله خبيصه. anyway،
طولنا كالعادة، بنقول نلتزم بوقت محدد ونطفطف على الهي. آخر كلمة بدي أقولها لعلاقة بروسيا، إنه أنا برأيي الأخبار اللي عم تطلع عن طلب سواء الطيارات الإيرانية المسيرة بكميات هائلة من إيران، هذا خبر موثوق 100%. طلب الأسلحة من كوريا الشمالية يدل لا على بس المسيرات إيرانية بس طلعت مصنعة بأمريكا. لا شلون تصنع أمريكا؟ مكتوبة هي صنع أمريكا. هاي بس ذكارة بالأمريكان. ايه بقى، بظن انه هي الاخبار حقيقيه. قديش فينا نستنتج منها؟ ما بعرف قديش فينا نستنتج منها. بظن مثل ما قلنا تجاوزنا الوقت اللي كنا حاكين فيه من قبل رئيفي. نوعدكم نحاول انه نلحق حلقه ثانيه باقرب وقت ممكن، يمكن قبل نهايه السنه او بدايه السنه الجايه. وناطرين تعليقاتكم بليز بليز وشير تعليقاتكم عن الموضوع جد عن رأيي فيه. عن جد بليز تعليقاتكم، مثل ما قال عمر، لايك شير سبسكرايب، انشروها، لأنه آرائكم هي اللي بتبني، هي اللي بتوثق المرحلة. يعني هذا النقاش اللي بيصير والرأي اللي أنت بتكتبه، رأيك كتير مهم، لأنه أنت عم تصنع وعي للشيء اللي جاي، وبيوم من الأيام بترجع لتعليقاتك على هي الحلقات، بتشوف أنت قديش اختلف عندك الوعي، قديش اختلف عندك طريقتك بالتفكير، رؤيتك للأمور، مواقفك. أنا كنت حد هون، هلأ صرت أليان. أنا كنت هونيك كتير طري أو خفيف، ما كتير قايم للموضوع أهمية، هلأ صار الموضوع بيهمني. فهي توثيق للمرحلة، يعني ما تفكر أي كلمة أنت بتحكيها أو بتكتبها هيك بس إنه مجرد تعليق. تعليقك كتير مهم، حتى لإلنا هو مرشد لإلنا للحلقات الجاية، كمان بيزيد وعينا، لأنه كلمتك كمان إلها وزنها وأكيد مهمة، ورأيك أكيد مهم، بيفتح لنا أفق جديدة. شكرا كثير وباي باي. باي، وديروا بالكم على حالكم وضلوا بألف خير. بدي لكم ميلاد مجيد للكل، ميلاد مجيد لكل الأصدقاء وين ما كنتوا حول العالم عم تشوفونا. نسينا نعيدكم بأول الحلقة، بس كانت الأخبار بتأسي، لو مؤخرين شوي عن الميلاد بس معليش. رح نتمنى لكم ليلة سعيدة، ديروا بالكم على حالكم وضلوا بألف خير. شكرا عمر، ميلاد مجيد، باي باي. باي.